انتحار جماعي لميليشيا الحوثي على مشارف الخوخة. عاشت الخوخة الخميس ساعات صعبة على إثر هجوم واسع نفذه العشرات من مقاتلي الميليشيا على أطرافها الشرقية والشمالية الشرقية على متن دراجات نارية وعربات مدرعة ومعززين بمدفعية ثقيلة وعربات تحمل صواريخ كاتيوشا. المصادر المحلية تحدثت عن هجوم موازن شنه الحوثيون أيضا من جهة البحر على متن زوارق سريعة قبل أن يتمكن الجيش والمقاومة من إفشاله. وكان الحوثيون قد عززوا بأكثر من 20 سيارة عسكرية وصلت الأربعاء إلى مدينة حيس، وهناك جرى توزيعهم في مجاميع على متن دراجات نارية ليبدأ الهجوم الواسع على الخوخة والذي تصدى له الجيش والمقاومة الوطنية في تهامة، موقعا العشرات من القتلى في صفوف الميليشيا وأسر نحو 7 من مقاتليها فيما لاذ الباقون بالفرار. الهجوم استهدف المناطق الواقعة شرق معسكر أبي موسى الأشعري بالقرب من مزارع اليابلي، حيث دارت المعركة الرئيسية قبل أن ينتهي هجوم ميليشيا الحوثي بالفشل الذريع وسط ادعاءات بأن عناصرها سيطرت على مقر أمن الخوخة، فيما تبرز الصور التي نشرت عبر وسائل الإعلام عشرات من جثث قتلى الحوثيين المتناثرة في المزارع الواقعة إلى الشرق من المدينة. طيران التحالف قدم إسنادا قويا للجيش والمقاومة أثناء المواجهات وسدد ضربات مؤثرة على منصات صواريخ الكاتيوشا والعربات العسكرية والمدرعات، فيما لا يزال طيران التحالف حتى الساعة يحلق في سماء المنطقة. وبعد ساعات من المواجهات التي وصفت بالعنيفة عم الهدوء مدينة الخوخة، وعادت الحياة وفقا لسكان المدينة إلى حالتها الاعتيادية، واستعادت أسواقها حيويتها، واستأنف الباعة والمتسوقون عمليات البيع والشراء كأي يوم آخر. كلفة باهظة تكبدتها الميليشيا التي لا تكترث للخسائر البشرية في مهمة انتهت بالفشل الذريع، لتترسخ الخوخة كمدينة محررة ضمن مهمة عسكرية بدأت ولن تنتهي على ما يبدو حتى يتم تحرير الساحل الغربي للبلاد.